ليس ببعيد عن مقر السفارة الإسرائيلية في عمان، ارتفعت الأصوات للتأكيد أن الأردن وفلسطين شعب واحد، والعنوان اليوم هو طرد السفير الإسرائيلي. لا يجب أن تكون سفارات صهيونية في عواصمنا العربية. كل اتفاقيات العار مع الاحتلال الصهيوني المذلة كلها يجب أن تنتهي. هذا الكيان لا يمكن أن يتم التعامل معه إلا من خلال القوة. هذا كيان مغتصب وقد استقوى وقد حاول الاستقواء ببعض بالتطبيع مع بعض الحكام العرب، إلا أنه في طريقه إلى الاندثار. لا يكفي طرد السفير ولا يكفي إغلاق السفارة الإسرائيلية، مطلوب إلغاء معاهدة وادي عربة، إلغاءها بالكامل. الغضب من الهرولة نحو التطبيع يستوطن نفوس الأردنيين الذين يؤكدون أن فعاليات دعم القدس لن تتوقف في ظل الصمتين العربي والدولي. أنا أدين التطبيع بكافة أشكاله، التطبيع الثقافي والتطبيع الاقتصادي والتطبيع اللفظي وكل أنواع التطبيع. يعني إحنا الفلسطينية بواجهوا العدو الصهيوني بصدورهم. صحيح خناجر حكام العرب ضربوكم في ظهوركم، لكن ظهوركم كانت أقوى. أنتوا رديتوا على هاي الخناجر بوقفتكم، وقفتكم اللي بتشرف الكل. أنتوا مش بس عم بتدافعوا عن فلسطين، لا، أنتوا عم بتدافعوا عن كل الوطن العربي. القدس ليست وحدها، ليس مجرد شعار، فالأردنيون مستمرون في دعم القدس وأهلها، حيث ستشهد الأيام المقبلة فعاليات تحت عنوان الاقتحام لن يمر. محاكمة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية خطوة أولى لا بد من الشروع بها لوضع حد لجرائمه، يقول المشاركون ويطالبون بدعم مقاومة الشعب الفلسطيني وتجريم التطبيع العربي. لان شاهين عمان، آل ميادين.